يعني سمحوا لي فقط كان خلل تقني، التعليقات ما كانتش مأكتيفين، لذلك يعني شفنا انه عاودنا البث تاع اللايف باش الاخوه يكونوا يعني باش الإخوة هكذا تقدروا تعلقوا، المفروض التعليقات اللي يدخل معانا يعلق باش نتأكد باللي التعليقات راهي مفتوحة. وعليكم السلام أخي فاتح، إذا التعليقات مفتوحة الحمد لله، الحمد لله يعني. واحتذر عن الخلل اللي حصل في اللايف الأول. وعليكم السلام الأخ بن سمير، شكرا لك أخ فاتح، بارك الله فيك. شكرا لك صراحة، يعني نرحب بالجميع مرة أخرى. نعود فقط أن أكتيوريزو يعني العنوان تاع الفيديو باش الإخوة يعرفوا عنوان اللايف. ننتظر الإخوة يعودوا يلتحقوا بينا. وعليكم السلام أخي داودي توفيق، وبالجميع مرحبا بكم جميعا. ننتظر التحاق الإخوة معنا في مرة أخرى، يعني بعد ما كانوا نعتذر منكم. قال لك داروا خطة باش يدمروا محرز يا خويا أسامة، والله حرنا مع هذا الهشر صراحة. بعد كي تقول لهم هشر يزعفوا والله، يعني هما يفرضوا عليك أنك تسميهم هذا. الله غالب، لأنه إنسان يتكلم يقول لك داروا خطة باش يحطهم، هو كأنه محرز بهلول هذا، يعني محرز إنسان بهلول ما يعرفش، هما فايقين ومحرز مسكين ما يعرف. والله مرات كي يتكلموا على اللاعبين ويتكلموا على المدربين تشعر وكأنه هادو لاعبين روبوات ما عندهمش عقولة، يعني هو ورا الشاشة فاق، بصح محرز ما فاقش، محرز حياته كاملة في كرة القدم، ما فاقش اللي راهم دايرين له مؤامرة باش يحطموه، ومسالم الكذاب ورا الشاشة، واللي ممكن في حياته ما تمشيش كرة قدم برجليه فاق. والله حيرونا هادو، حيرونا وحرنا معاهم. إذا نبداو. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم اعزائي المشاهدين، اهلا وسهلا بكم جميعا على قناتكم قناه الجزائر فوت، قناه الكره الجزائريه واخبار المنتخب الوطني واللاعبين الجزائريين. اذا اليوم راح نلتقي معكم باش نتكلموا في اهم مواضيع الكره الجزائريه، ما راحش نطولوا كثير بما انه المنتخب الوطني راه مقبل على مباراه العوده، ويوم امس لعب مباراه تاع طوغو. راح نتكلموا اكيد على منتخبنا الوطني بكل يعني صراحه. إذا راح نبدأ أولا وقبل كل شيء نتكلم عن كلام نغيز اليوم. أنا صراحة شفت كلام غريب جدا من اللي صدر من نغيز، ما فهمتش يعني صراحة، ما فهمتش واش كان قصده بالضبط، واش كان قصده يعني يقول لك أنه احنا نلعبوا محرز حتى نخوفوا الخصوم، وكأنه رانا نلعبوا في سنوات 1800 ولا 1700 ولا 1600. لا يا جماعة، كرة القدم الآن أي متطورة، كاين تكنولوجيا، الناس راهي تعرف، راهي تعرف محرز كيفاش راه في الأهلي السعودي، على بالها بلي محرز ماهوش هو محرز تاع السيتي، يعني هذا أمر طبيعي جدا. أنت باش تخلعو لا، تقول لي أنه محرز يخلع لك الجوار، لكن حنا شفنا أنه لما دخلت عمورة، لما دخلت كويري، لما دخلت الشبان نتاعك في 10 دقائق دارو واش ما دارش محرز. يعني عندك تشعل النار تقنيا وفنيا، ما تحتاج جوار يخوف الخصوم. كرة القدم الآن راهي أكبر من أنك تخوف الخصوم، يا سيدي راك خوفت طوبو غدوة تواجه منتخب ما نقولوش كبير لكن منتخب صرب، كيفاش تخوفه؟ لا، يعني لو كان يعني تخوف به الخصوم لكان خافوا منه في كأس إفريقيا، يعني موريتانيا ما خافوش منه، أنغولا ما خافوش منه، وكذلك بوركينا فاسو ما خافوش منه، يعني هذا كلام قديم. وعليكم السلام أخي إذا أنا نشوف بأنه المنتخب الوطني
اذا ممكن كما الاخ ابو قريت وتلقت الاخ قال لك انه نغيز يحاول انه يرفع الضغط ولا يدافع عن المحرز، اذا كان كلام من هذا القبيل اني معه، لكن اذا قال هو مقتنع به كارثه كارثه. يعني انك في 1000 او 2024 تتكلم كلام مثل هذا في وقت ما تجي لازم تخدم المنتخب نتاعك تلقى بحلول تاع، يعني كيفاش تخلعوا نتاع تخلعوا، انا جامي شفت تقريبا انه يخلع الخصوم، لا لازم يكون عندك طريقة لعب، يكون عندك لاعبين او عاطي فرصة لبوعناني، اعطي فرصة للاعبين اللي يستحقوا الفرصة. اما انك تجي تقول لي باش نخلعهم، لا يا 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 نغيز، لا 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 ما تلبسش وخلاص، ولا ما تهدرش يعني، ولا ما تخش في القنوات وتهدر. اما هذه التعليقات يعني اللي غريبة جدا وما فهمتهاش يعني ابدا من نغيز، صراحة انا استغربت لما شفت التعليق، قلت لا بالك راهي بالك راهي براقي بالك راها، لكن تصريح المفروض يا سيدي فرضا باللي صح راك تخلع به الخصوم وتقولوا علنا، معناتها راك تقول للمنتخبات المنتخب طوغو في الاياب راح نخلعكم من محرز، ولا لا اذا كنت اقول اصلا اذا كنت حاب تدافع على محرز كنت قادر تقول مثلا، اعطيك انا مثال، اعطيك مثال بسيط تدافع به على محرز، تقول انه محرز يبقى اسم ويقدر يدير الفارق في اي لحظه مثلا، صحيح مش صحيح مش مشكل، لكن على الاقل يكون تصريح في محله، تصريح في مكانه. اما عن مستوى محرز مجيد بوطميديون دار مقال مطول، يبدو انهم رايحين يديروا لنا بقره مقدسه اخرى بعد ما كنا مع برماضي، راح يرجعوا لنا محرز، يعني احنا صبرنا على الافلاس ومنتخب هذا كان ضحيه تقديس الافلاس اللي كنا عايشينه في الفتره السابقه، البؤس الفن اللي كنا عايشينه في الفتره السابقه بسبب انهم كانوا يقدسوا مدرب واي واحد ينتقدوا يهاجموه ويحاربوه وينتقصوا منه حتى انه يسلبوا له الوطنيه نتاعو. انا نشوف التوجه هذا او رايح المحرز، لا يا اخي، لاعب يستحق مكانته يلعب، ما يستحقش مكانته اسمح لي. كرة قدم بسيطة واضحة وسلسة وما فيهاش يعني دبلوماسيات. واذا انت اذا نعم اخي اوداي سامو اصلا في الطرف في الندوة الصحفية الاولى قال باللي مصاب المدرب بيتكوفيتش بعد مباراة يوم امس، سقساوه وعلاش حجام ما كانش في القائمة، قال لهم عنده اصابة، واليوم لما تاكدوا بانه ما راحش يلحق المباراة الثانية طبيعي جدا يسرحوه، يعني ما فيهاش مشكل يسرحوه لانه راه يعني مصاب وما يلحقش، وعلاش يروح للطوكو وهو مصاب، يروح للنادي نتاعو يتدرب. لكن الاهم هو انه جاء المنتخب الوطني ورغم انه مصاب وهذا شيء جميل جدا. اما عن محرز ممكن يرجع المستوى هذه كره قدم، انا مانيش هنا باش نقصي اللاعبين ولا باش نكون راديكالي، لا انا ضد سياسه الاقصاء، لكن في الوقت الحالي محرز ما يحتاجش مكانه او ما يستحقش انه يكون مع المنتخب الوطني. مثلا يوم امس لاعب بونجاح اثبت وبين بانه ما عندوش مكانته في المنتخب الوطني، وشفنا انه لما دخل عمورة ودخل كذلك قويري يعني شفنا انه المنتخب تحرك والهجوم تحرك، اذا هذا شيء مهم جدا. نتمنى انه بيتكوفيتش خلاص هنا يحبس يبدا يبني في المنتخب نتاعو، اتضح وضوح الشمس يعني الناس كلها اتضح لها الا الاطرش بانه محرز ما عندوش مكانه وبنجح ما عندوش مكانه، واللي بغى ينبح ينبح. انا هذه نصيحتي لي بيتكوفيتش، لازم يعني تخدم، خلينا مع عاطفه، لازم تخدم المنطق، تخدم الفكر كمدرب، ما تسمحش للناس وما تخافش الناس تهاجمك. لذلك انا اقول بانه صراحه اقحام محرز وبونجاح مره اخرى انا راح ننتقد صراحه، اسمح لي بيتكوفيتش راح ننتقدك، لانه يوم امس اثبت الاثنان انه اقحامهم هو كبت لي يعني تطور المنتخب الوطني، هو ماكش حاب تخدم صراحه يا بوتكوفيتش. انا اقول لك صراحه اذا زدت احتمت على الـ يا بنادم انت ما تحشمش والله، هذا اللي يسموه البويس ولا يسموه هرم يا اخي، ما والله شوف ما فهمتش انت من البارح وانت هنا ما حبيتش كاع نقيمك وما زدت تهضر، وما عادش نقيمك ونخليك تهضر كيما الحشر، والله ما مبروكك، نخليك هنا الدور كيما الحشر. نكملوا مع الجاي المشاهدين، واحد ما يقيموش واحد ما يردش عليه، خلوه ينبح 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 يروح وحدك. اذا اعزائي المشاهدين نكملوا، اذا قلت بانه بيتكوفيتش اذا زاد اقحم محرز واقحم بونجاح، انا اقول له يا اخي انت ما راكش حاب تخدم صراحه بكل
احترام بكل يعني صراحه. هنا بكلامي نخلو نضغو ملف يعني نضغو ملف محرز وبو نجاح، ونروحوا الى الجهه الاخرى. والموضوع الثاني باش ما نطولش عليكم هو كلام معمر جبور. يا معمر جبور، يا معمر جبور كبرت وبدا شويه يعني على الاقل احترم نفسك كصحفي. انت اليوم امس جيت باش دير فتنه في الندوه الصحفيه، لكن بيتكوفيتش صدمك. بيتكوفيتش صدمك لانه رد عليك بطريقه احترافيه. انت كنت تستنى فيه يقول لك تيزيفو كيما ماجر، لانه سبق وان تيزيفو قال لك يعني تيزيفو ماجر قال لك تيزيفو. كنت حاب كيما بالماضي يصدم فيك يعني بطريقه غير اخلاقيه، لكن بيتكوفيتش مدرب محترم، مدرب محترف ذاق المستوى العالي. امثالك فاتوا عليه بالدوبل عليه، لانه كاين صحافه اوروبيه خاصه الفرنسيه صحافه مرتزقه بكل ما تحمله كلمه المعنى. كل السوء اللي في الصحافه تاعنا والاعلام تاعنا ماشي كان بعضهم ما مش راح يوصلوا نصف السوء تاع الصحافه الفرنسيه. صحافه مسخه بكل ما تحمله كلمه، يعني كل اوروبا ما تحملهمش. وديدي ديشان قاتلهم يعني بالبرودة نتاعو ولا مره صدم فيهم مهما قالوا. وشوفوا مثلا في قضيه بنزيما واش صرا، ولكن ديدي ديشان ولا مره طاح في فخهم، كل مره يكون دبلوماسي. بيتكوفيتش يوم امس نفس الشيء. الان انت راح بعد مباراه تاع مباراه طوغو ربح بخمسه، ويجيك جبور يقول لك علاش ما استدعيتش الشايبي. هل هذا صحفي بالله عليكم؟ فهمونا برك يا جبور، انت عندك خبره، المفروض انك اكبر من هذو التصرفات الطفيليه، تصرفات تاع دراري صغار. اقسم بالله غير تصرفات تاع دراري صغار. يعني انت المفروض تكون مثال للاعلاميين اللي راهم جايين، للاعلاميين الجدد. اما انك راك خارج من المباراه، يعني خارج من المباراه رابح فيها بخمسة، المفروض تسأل عن الناس اللي لعبوا، تسأل عن التغييرات، تسأل عن مباراة العودة. معليش كي تكون ندوة يعني من بعد اهدر على شايبي. انت شايبي كل مرة بيتكوفيتش يجاوبكم، المفروض انه بيتكوفيتش حتى ما قالش ما نجاوبكمش بيتكوفيتش، وحتى انه في اللايف حب يحبسوا من بعد بيتكوفيتش قال له خليني نجاوب عليه وجاوبك. يعني هنا شوف باش تعرف الان المفروض جبور بينه وبين روحه، المفروض جبور بينه وبين روحه يحترم بيتكوفيتش، يقول صح مع ماجر ومع بالماضي كنت متعامل مع مدربين عاطفيين، مدربين عصبيين، مدربين ما يتحكموش في اعصابهم، لكن لما جيت الان الى لكن لما الان جيت الى مع بيتكوفيتش يعني صراحه مدرب محترف بكل ما تحمله الكلمه من معنى. لذلك اعزائي المشاهدين نقول بانه على بيتكوفيتش الان انه هذه الصحافه يعاملهم بالطريقه، وهذا هو دوائهم، لانه هذه الصحافه انت كل ما تدخل فيهم كل ما يطلع لهم الشان ويزيدوا يهاجموك. وبيتكوفيتش دائما نقولها بانه لازم معمر جبور كذلك يعرف مليح، والان اكيد يكون اقتنع بانه بيتكوفيتش جاء يخدم، لانه مدرب عنده في راسه، والمدرب اللي عنده في راسه ما يتفرغش لهذه الامور تاع يرد على الصحافه وكذا، لا هو يعني يتفرغ لكره القدم وفقط. اذا اعزائي المشاهدين اذا هذا الان اعتقد انه البارح بيتكوفيتش انه حط جبور في القائمه في الخانه اللي يحتاجها، حطه في الصندوق اللي يحتاجه، وصنفه في مكانته اللي يحتاجها. ما سبوا، ما وصلوا، ما يعني كما دلوا بالماضي وحتى انه دلوا ما تقلع، جاوب عليه باحترام. المفروض يا جبور انه هذا الاحترام انا والله شوف كاعلامي نحترمه، انا معمر جبور كاعلامي نحترمه والله، حتى اني نتعلم منه، لما نسمع راشان طروا نتعلم منه صراحه. هو مرزقان يعني صراحه، لكن هذه التصرفات والله يا جبور نتمنى انك اولا تبعد على هذه الجماعه تاع المسيلمه الكذاب وكاع، لانه ماهيش مكانتك، انت ماهيش مكانتك، انت انت راك صحفي، انت راك اعلامي، انسان على بالك بلي الباك وما عندوش، انت تروح انت تجر وراهم يعمروا لك راسك وتجي دير فتنه في ندوه صحفيه، انت راك اكبر من هذا بكثير يا جبور، والله شوف هذا هذه نصيحه مني ليك. ها انت اكبر من هؤلاء، هؤلاء جماعه من المرتزقه، جماعه من الكذابين، جماعه من الدجالين، جماعه من الخونه، يدوا دراهم باش يحطموا بلادهم، ترك تتبع فيهم، اختيك منهم يا جبور، والله نصيحه مني، ديرها نصيحه من وليدك، اختيك منهم، وطريقه باش راح ما تربحش معاهم، هادو ما تربحش معاهم.
ما تربحش معاهم، وحتى انه اللاعب اللي تبعوه يبريسو سبحان الله، الجوال اللي تبعوه يبريسو، عطار راح يلعب نص ماتش مع السد اللي يساوي سبحان الله. انت اخ صحفي انا بالنسبه لي محترم خلاص، ما جمع ما جرب وقفنا معاك كما قال لك تيزيفو، انا واحد من الناس وقفت معاك، لكن خلاص تكالم شويه بن عمك كبير، راك راح تخرج راه على الاقل خلي مكانتك نظيفه صراحه. وإلا الفتنة في المنتخب الوطني، لأنه سؤالك صراحة ما عنده حتى معنى، وراو بيتكوفيتش جاوبك وتقول له توب مولر رد عليك، واش مرة توب مولر على 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 بيتكوفيتش؟ توب مولر عنده نادي، وحتى أنه توب مولر لما رد بعكس فيغي ما تكلمتوش، حتى هو أنه قال مدرب المنتخب الوطني حطمه معنويا، وواحد فيكم ما تكلم، وبتوب مولر فيما قال ما كنتوش تسمعوا به، والآن وليتوا تعرفوا توب مولر وتتكلموا بكلامه. اذا احنا تكلمنا على معمر جبور، الموضوع الاخير اللي نتكلموا عليه طوغو، البعض يقول لك طوغو فريق ضعيف، هو شوف طوغو مش فريق، احنا ما نضخموش المنتخبات، ما نضخموش المنتخبات ونقولوا بانه طوغو فريق كبير ولا فريق قوي، لكن ما نقوله انه طوغو خسر مبارتين فقط في اخر سنتين، وخسرهم خارج ملعبه، خسر امام بوركينا فاسو بهدف مقابل صفر، وخسر امام الكونغو الديمقراطيه بهدف مقابل صفر، يعني خسر مبارتين فقط بهدف مقابل صفر. شيء بلا كنت جيت تكلم علي اخي خالد فقط حنا ردينا على جبور. اذا المنتخب الطوغو هذه هزيمته 5-1، يعني ممكن عنده فتره كبيره اكثر من 4 سنوات ما خسرش بنتيجه ثقيله منتخب الطوغو. لذلك انا نقول بانه الطوغو حتى في ملعبه، اخر هزيمه للطوغو في ملعبه كانت 5 سبتمبر 2021 ضد 2021 ضد منتخب ناميبيا. اخر هزيمه لمنتخب الطوغو، واللي يحب يروح يشوف الاحصائيات يشوف الاحصائيات، اخر هزيمه لمنتخب الطوغو اعزائي المشاهدين كانت في 5 سبتمبر 2021 امام منتخب شكون؟ منتخب ناميبيا. هذه هي اخر هزيمه ليه، يعني في تصفيه كاس العالم من ذلك الوقت الطوغو لم ينهزم في ميدانه. انا مانيش نقول طوغو منتخب عالمي منتخب كبير، لكن في نفس الوقت طوغو مش منتخب مغمور وصغير، يعني طوغو انا اشوفه في مستوى المنتخبات الثلاثه اللي واجهناها في كاس افريقيا او تصفيه كاس افريقيا اللي فاتت صراحه. ولو نجي مثلا انا هذا كلامي ما نحبش المقارنات مع الماضي، لكن هذو الناس يجبرك ويخليك تقوم بمقارنات مع الماضي بلا مزيتك. الان لو نجي نتكلم عن تصفيات المره اللي فاتت، كنا في مجموعه يعني اضعاف كثير، كنا في مجموعة يعني ضعيفة، كان فيها تنزانيا وفيها النيجر وفيها يعني أوغندا، يعني ولا منتخب عنده مستوى خاصة أوغندا بذلك الوقت. الآن انت راك في مجموعة أقوى منها، ولا واحد كنا نسمع أنهم يقولوا أنه كنا في مجموعة ضعيفة، كل المباريات فزنا فيها بصعوبة وتعادلنا مع تنزانيا في بلادنا هنا. الدليل أنه التصفيات كاملة سجلنا 9 أهداف، سجلنا هدفين على النيجر، وفي الإياب سجلنا هدف يعني 3 أهداف على النيجر، وسجلنا هدفين على تنزانيا ذهابا وايابا، يعني شعر راهي 5، وعلى اوغندا سجلنا عليهم 2 ذهاب و2 اياب، راهي 9 اهداف في التصفيات اللي فاتت. هذه التصفيات في 3 مباريات فقط رانا مسجلين 10 اهداف، لذلك كانوا يوهموكم وكانوا يضحكوا عليكم وكانوا يكذبوا عليكم بانه كنا ما نتاهلوش الى كاس افريقيا، والتصفيات كانت صعيبه علينا هذيك بكري لما كان يتاهل 16 منتخب وكنا نتاهلوا بجداره واستحقاق. كنا نتأهلوا بجدارة وباستحقاق، وكما تأهلنا في هذه الدورة راكم شفتوا بعينيكم نتيجة وأداء وأهداف ودفاع. تلقينا الهدف يوم أمس كان أول هدف يستقبل المنتخب الوطني في تصفيات كأس إفريقيا. إذا المنتخب الطوغو إذا كان منتخب ضعيف، إذا المنتخبات اللي وجهها المدرب السابق كلها ضعيفة. نتكلم على الرسميات لأنه كاين فرق بين المباريات الرسمية والمباريات الودية، وراني جبت لكم بالأرقام وبالدليل وبالثوابت قبل حتى من ربع الماضي، اعطيتكم ترتيبات المنتخبات اللي واجهناها كلها منتخبات صغيره، كلها منتخبات ضعيفه في المباريات الرسميه، ما واجهنا حتى منتخب كبير، صدقوا او لا تصدقوا، حتى في تصفيه كاس العالم ما واجهنا حتى منتخب كبير، منتخب الكاميرون الوحيد اللي واجهناه وكان يمر بفتره صعبه وفتره مترنحه وخرجنا معه مع مدرب كان عنده اسبوع من اللي يعني احكم المنتخب. اذا اعزائي المشاهدين انا اشوف بانه الحمله هذه راهي ممنهجة باش يطيحوا المنتخب الوطني، ما حبوش يحشموا، حنا قلنا ممكن هادو جزائريين، ممكن هادو جزائريين لما يشوفوا المنتخب
لما يشوفوا طريقة اللعب، لما يشوفوا المدرب يعمل وعنده نية باش يعمل يتكالموا ويسكتوا، لكن بانوا بأنهم ما يستهلوش أصلا باش يكونوا جزائريين، بانوا بأنهم مجموعة من المرتزقة، مجموعة من الخبثاء اللي راهم يبثوا في السموم نتاعهم باش يحطموا المنتخب الوطني. والآن رانا راح نبقاوكم في يعني في 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 في, في, كما يقولوا في الواجهة، وما راحش نسكتوكم ورايحين نحاربوكم واحدة واثنين وثلاثة. كيما حاربناكم لما كنتوا ساجدين وتقدسوا، نحاربوكم لما الان راكم تنفخوا في سمومكم وتحاربوا. المنتخب الوطني هو منتخب الجزائريين كلهم، المنتخب الوطني لم يقم يوم على بنادم واحد ولا شخص واحد ولا هيئه واحده ولا جهه واحده ولا ولايه واحده ولا منطقه واحده. المنتخب الوطني لكل اللاعبين سواء محليين سواء محترفين، اللي عنده مستوى هو اللي يستحق يلعب. والمنتخب الوطني ولا مره كان فيه بقرة مقدسة، المنتخب الوطني لمن يقدم. محرز الآن موش يقدم، اسمح لي، مكش شرعية ثورية في المنتخب، مكش شرعية تعمى كارين الخير في المنتخب، هذه مكاش في المنتخب الوطني. مكارين الخير هذه ديرها في دارك، ديرها مع انسابك، ديرها مع أي واحد، لكن في المنتخب خويا راك تقدم، راك تلعب، ماكش تقدم، طبق. اليوم نجد وطني وعرفنا المقالات التهجيرية نتاعو، دار مقال كبير على محرز. يا خويا كثرتو كثرتوا على ما وصلكم، حابين انتم يعني زدتوا باش باش تعبدوا، يعني انتم عايشين فقط باش تعبدوا، عايشين فقط باش يعني عايشين تحت تحت رقابات تاع الناس. احترموا انفسكم واحترموا عقول الناس، احترموا يا جماعه الناس في كره القدم. كره القدم الان تحترف بالافضل، كره القدم تحترف باللي يقدم، كره القدم ما تحترف حتى بحاجه يسموها سابقا لي. وقلتها لكم المره اللي فاتت ونزيد نقولها لكم الان، ما كاش اللي يخدم باطل في كره القدم. كره القدم يجي يدير ملاهي ويروح، والوطنيه تشوفها عند الطبيب وتشوفها عند المهندس وتشوفها عند الاستاذ وتشوفها عند المخترع اللي قدم للبلاد صح. لانه انا حتى ولو جبت كاس العالم اكره تدير في جيبك، انا كمواطن وانت كمواطن ما كره تدير لي والو وما كره تجيب للجزائر والو، خرطي في خرطي. حاجه احنا نجوا نترفعوا بها ونروحوا كل واحد خدمته ويعيش حياته. هل واحد فيكم بعد ما دينا كاس افريقيا في 2019 ولا لما ندوها في 2030 كي نص لقيت الواقع تاعك تغير؟ لا. هل لقيت جيبك تعمره؟ لا. هل لقيت مشاكلك نحلو؟ لا، بقيت انت هو انت هو. لذلك كرة القدم تبقى في مجالها، لا لعبادة الأشخاص في كرة القدم، لا لتقديس الأشخاص في كرة القدم. هذه كرة قدم، اللي يخدم مرحبا به، اللي ما يخدمش يطبق. حتى ولو جبت لي 300 كأس عالم ما نحتاجكش نهار اللي تكون تخسر، لأنك لما كنت في كأس العالم كنت تعمر في جيبك. والوطنية نخلوها للهيشة، كرة القدم ما فيهاش وطنية. الوطنية والمواطن الصحيح عند من راه عند الطبيب اللي راه يسهر وممكن يخدم باطل، وعند الاستاذ وعند المهندس وعند حتى المسؤول اللي يخدم من قلبه. هذا هم الوطنيين، هذا اللي يقدم لبلاده، هذا اللي تقول لي صح يقدم لبلاده. لانه لو تجي تشوف واش راه يدي واش راه يتقاضى مقابل اللاعبين راني بروكيت. هذا اللي مصباح هو ينبح علينا بالماضي بالماضي بالماضي، هي تربح، هي راك تعبد بعيد. القناه تاعي ماهيش مرتع لعباده الاشخاص، القناه تاعي حتى لو واحد يدخل الان يعبد بيتكوفيتش راح نطردوا من القناه تاعي. القناه تاعي قناه الرجال اللي يحترموا انفسهم وفقط، لا مكان للهيشر في قناتي. اذا اعزائي المشاهدين، قلنا بانه هذه كره قدم. اللي تجي تقول لي اللي تجي يتكلم لي يقول لي انا كارين الخير، اي طبق. كاش مكان خير في كرة القدم؟ يقولي جاب لك واش من جاب لك افريقيا؟ افريقيا جابها لعمرو، افريقيا جابها لعمرو. هاني قلت لك انا كي نص الصباح هو وقتاش دينا كاس افريقيا؟ ديناها في جوي واش من نهار السيس، المهم نهار كي من ذاك غدوة بقيت انا وكل المواطنين بقاو هما ولا واحد وقيت انا تغير. لذلك كرة القدم لما تجيب كاس افريقيا جبتها لعمرك صح، تدخل في تاريخ الكره الجزائريه، لكن ماشي لدرجه اني نقدسك ونعبدك، وماشي لدرجه اني كما وقت الصحفي المراهق اللي خرجوا قال لهم كاس افريقيا هذه تسمح له بانه يخرج 5 مرات من الدور الاول. هذه مراهقه، هذه طفوليه. انت ما هو ما يسموش كاع صحفي، ما هو ينحوا لك كاع اسم الصحافه هذه ولا مره شفتها في العالم، ومن بعد كي تقول لك تعبد فيه يغير الحال. سبحان الله.
انت الان السيد راه شوف الرسول صلى الله عليه وسلم ماتوا ما داروا مش كما داروا المدرب هذا راح ومازالوا يتكلموا عليه راحوا مازالوا حتى انهم حابين يحطموا المنتخب عليه على جاله سبحان الله فتوا انتم حدود التقديس فتوها كثير تجاوزتوها كثير اليو سي سي كاع واش دار في السنغال ولا واحد يهضر عليه الان ولا واحد راه يتكلم عليه والسنغال يمرق 4-0 المدرب هذا نفسه جاب قطر كاس اسيا الاولى في تاريخهم لما جابوا ما كانش عنده كاس اسيا نهار اللي طردوه ولا واحد تظاهر عليه بالعكس جابوا مدرب واحد اخر وداو كاس في اللي وراها مباشره كاس اسيا عفوا ما جاب استغفر الله ربي ما جابوش كاس اسيا جابوا كاس الخليج جابوا كاس الخليج لما كان اول لقب في تاريخهم راح كاس اسيا خرج من الدور الاول طردوه البطوله اللي فاتت هذه اللي بعدها في 2019 اداوها الناس اللي تخدم رغم انهم ما عندهمش ثقافه كرة قدم لكن يحترموا انفسهم من بعد هنا تفيق عليهم تطوروا وحنا قاعدين نتوالى تفيق عليهم تطوروا وحنا قاعدين نتوالى هما ما يعبدوش الاشخاص مهما ضحكنا عليهم نقول لهم دايرين فوق ريسانا مصيراوات بصح ما يعبدوش الاشخاص وهو النهار اللي يخلصك يغربك بالدراهم بصح يحاسبك وما تغلطش ممنوع تغلط وحتى ان ولاد بلادو تبنيها له تغلط خطا يكمل معك ما تغلطش انا نخلصك ما عندكش الحق باش تغلط راني نخلصك وهكذا باش نقراو اما انك تجي دير لي شويه انجازات نعبدك ونعطي لك كارت برونش سمح لي لا هكا ما نروحوش بعيد حتى نبي تكوفيتش لو جاب لنا كاس افريقيا راني ضد انه نعطوا له كارت برونش ويدير واش يحب يبقى يتحاسب الا اذا كان يعمل وما جاتش الله غالب لكن انك تتفرعن وتتبغل وما تخدمش وتخسر وتخرج الدور الاول ونقول لك لا معليش لا اسمح لي نعم اخي والله جودي البوسكي فيرغسون سانتوس كامل يعني لوف جابوا انجازات لبلادهم لما اخفقوا راهو واحد مهر عليهم وعادي جدا عادي جدا نورمال شوفوا لوف لما راح من المانيا جاوا راه شكون جاوا راه فليك فشل راح هل قالوا رجعوا لنا في لوف واحد ولا واحد قال لهم رجع لي لوف ومن بعد شكون اللي جابوا جابوا نايجسون راه معاهم الان ولا واحد الان راه يقول بلي جابوا لنا فليك او عفوا لوف نساوا خلاص في حقبه وراحت حقبة وانتهت وحتى شي حتى اخي تبسي بارك الله فيك حقبة وانتهت وعلاش حنا نقعدوا دائما يعني متشبتين يعني ما عندناش ثقة في انفسنا حنا عندنا مشكل ثقة والله يسمحوا لي حنا عندنا مشكل ثقة في النفس يعني وين هو حتى المدرب نفسه عنده مشكل ثقة في النفس وعلاش لانه التشكيلة اللي جاب لكاس افريقيا ما حبش يبعد عليها لانه ما يثقش في نفسه وما يعرف بانه مفلس هو يعرف بانه مفلس وشفتوا انه لما بدل التشكيلة كيفاش طرا وحنا كشعب المشكل معظمنا هذاك واحد كيدير لنا انجاز نقولوا خلاص الانجاز راه عند هذا ما بدلوش ما كاش مدرب شكون اللي بيدربكم هاو راحوا جاو رانا بتسع نقاط و10 بياتو ورانا كاليفي بالنيه باش شربت ماء رانا كاليفي مازال ما عرفناش ما بها كنتو تقولوا بزاف كانوا يقول لكم اللي راح بالماضي شكون اللي يجي يدربنا شكون هو المدرب اللي يجي ما لقاوش مدرب السيد هاوجا في 3 مباريات راه كاليفي 10 بيات ماركا وربيت واحد راهو يتسلى راهو يلعب السلك راهي تحس بانه راه جاي اونطريني هذه هي واش كان يدير المدرب اللي فات كان يتاهل كاس افريقيا ويخرج الدور الاول في كاس افريقيا هذا بيتكوفيتش لو يربح ماتش واحد في كاس افريقيا رانا بدينا نطلعوا شويه في المستوى يربح ماتش برك ضيع فرصه تاريخيه ما تعاودش باش التشكيله لانه في الوقت اللي كان كان وقت كبير يكفي باش ايه لا غالب اخي الافلاس واش يدير لا يا اخي دربهم ماتش لانه حنا في دورتين مازال ما ربحناش في 2021 2023 ما ربحنا حتى ماتش لو نربحوا ماتش في كاس افريقيا رانا شويه بدينا نرجعوا للطريق الصحيح هذه بالمنطقه تاعهم هو الا احنا كمنتخب عندنا ثقه في منتخبنا ودائما نطالبوا منه بان نروحوا الى ابعد نقطه ممكنه والله عاطفي بزاف وفي كل مجالات خويا خالد والله ماشي في كرة القدم بركة في كل مجالات في السياسة في الاقتصاد كامل ويعني واحد يدير هكذا انجا خلاص هذا هو وانه مكاش كون يروح هذاك في صرنا ما عندناش ثقة في ربي احنا ما عندناش ثقة في ربي بلايلي ما يستدعيش بلايلي اشوف يا جماعة شوف اخي زيزو مرحبا بك اخي بلايلي ما يستدعيش وعلاش ما يستدعيش بلايلي النهار اللي يستدعي بلايلي راح كتب نهايته وهذو الخبثاء هذو المجرمين اللي حابين يكسروا المنتخب الوطني وعلاش راهم يضربوا على بلايلي وعلاش راهم يضربوا على بلايلي لانهم يعرفوا بالماضي مليح ويعرفوا كيفاش بلايلي كان يتعامل مع بالماضي
ويعرفوا بأن بيتكوفيتش ما يقبلش هذه طريقة التعامل تاع بلايل. هما محبين بلايل، ونأكد لكم مليون في المية أنهم هادو يعرفوا مليح أنه بلايل لو يدخل إلى المنتخب الوطني راح تتفجر، راح تصير فتنة كبيرة. هذه هي، سقسوهم قول لهم نهار بالماضي نهار اللي عيط لبلايلي قال له ماكش تلعب في المولودية بلايلي واش جاوبو، وسألوهم كيفاش حتى بلايلي لعب وعمورة كان رومبلاسون في كاس فاعلية، هل برغبة بالماضي أم بالسيف عليه بالرغم منه كما نقولوا. شوفوا اذا برماضي هو بروحه كان مقتنع باللي بلايلي اساسي في كاس افريقيا، وهو سقسوهم يعطوكم الجواب على ديك هم يحوسوا يدخلوا بلايلي. بلايلي ما يلعبش في المنتخب الوطني اسمح لي، والهجوم تاعنا 10 ما فهمش اللي يقول لك، اللي يقول لك انا اشوف كان يقول لك مثلا ان نبين لكم بانه العفو اخي عزيزو بانه هذو الناس صح حابين يحطموا المنتخب الوطني. كثير يقول لك بن رحمه البارح ما دار ولا شيء يسجل هدفين، انا واش قلت لكم قبل المباراه قبل ما يسجل حتى بن رحمه، وحتى ورديت على بن شيخ ورديت على كل القنوات هذه اللي حابين يرجعوا بلايلي، قلت لكم بانه هادو راهم يهاجموا في بن رحمه ويقول لك بانه ما راه يقدم ولا شيء. قلت لكم بانه كره قدم الحديثه، كره القدم الحديثه يعني تعتمد على المنظومه، يعني ما دام المنظومه نتاعك راهي تسجل الهجوميه يعني اللاعبين تاع الهجوم نتاعك راه ملاح، فهمتني؟ يعني لما لاعب يسجل ويكون مليح في المنظومة، يعني واضح البارح يوم أمس بن رحمة سجل ومرر وطب كرات، وعكس مثلا محرز، محرز ما نقدرش نقول لك راه مليح، ما نقدرش، حتى لو نجي نمدحه ما نقدرش نمدحه، حتى ولو أنه دار التمريرة اللي جا منها الهدف في جات منها ضربة جزاء، جات من عند محرز، لكن حتى بون جا ضربة جزاء، لكن ما نقدرش نقول لك كانوا ملاح لأنهم كانوا أوت، كانوا أوت أخي. اخو يقول لك رؤوف احمد خويا نحترمك بزاف، ميز الرقي لازم له بديل في اسرع وقت ممكن. بالنسبه لزروقي، بالنسبه لزروقي انا عطيت كلام في اللايف تاع يوم اليوم وتاع يوم امس، وقلت انا دافعت على زروقي وعندي راي وما ندورش عليه، الحمد لله يا ربي نهار اللي نكون متناقض في رايي قولوا لي صحاح رايي مش متناقض فيه. انا واش قلت؟ انا نرد على اللي راهو يقول لك زروقي ما راهوش تاع كره قدم، انا هذا الشيء اللي راهي نرد عليه، انا نرد على اللي يقول لك زروقي ما راهوش تاع كره قدم. تقول لي انه هل زروقي هو افضل خيار في المنتخب الوطني في خط الوسط؟ نقول لك لا، كاين افضل منه وكاين ربعه ولا خمسه كامل خير منه. هذه وحده انا واش راني نهدر، اني نقول بانه زروقي راه يؤدي في الادوار اللي راه يطلبها فيه المدرب، انه يروح في المساحه يروح في الفراغ يلعب كحر يفكر الضغط على زملائه ويحط الكره للزميل. هذا واش راهو يدير عم ابو زروقي وراه ناجح فيها مع بيتكوفيتش، وبيتكوفيتش لو شافه مش ناجح يخرجه. محرز رغم اسمه رغم الاسم نتاعو، وراني متاكد بانه اللاعب الوحيد اللي راه يلعب رغم انف بيتكوفيتش صراحه انا نقولها ما على باليش، خايف من اسمه خايف من رده الفعل الجمهور، المهم هو محرز. اما بقيه اللاعبين اللي راه يستهل راه يلعب، واللي يقول لي ماندي نقول اعطيني البديل تاعو. وعلاش تقول لي ماندي لعب دو؟ راني قلت لكم البارح واش لعبوا دو، راني قلت لكم البارح واش لعب ماندي دو. هذه وحده. اذا انا زروقي مع بيتكوفيتش هو راه مقتنع به، ما تقوليش مش تاع كره قدم. انا هذه الكلمه اللي تقلقني، كي واحد يقول لي خولي تتكلم عليه صح، هنا خولي راني نقول لكم فيها جهتين. اولا خوليت ماهوش كلامه منزه، وخوليت ماهوش من المحللين الكبار المعروفين في اوروبا صراحه، خوليت على قدو. انا قلت لكم انا مثلا شفت خوليت يقدر في يحلل في بين سبور، انا شفت ياسر القحطاني في السعوديه يتكلم خير منه، كلامه سطحي كثير، يتكلم بشكل سطحي كثير، ما يحللش في العمق، ما يعطيكش يعني يقنعك بالتحليل نتاعو، يتكلم بشكل سطحي، ما يدخلش في العمق، ومشي كل لاعب يحلل. مثلا انتم تجي في بالكم انه مارادونا يجي يحلل، ما يقدرش، ما يعرفش يحلل، مارادونا ما يعرفش يحلل مباراة كرة القدم، ما يعرفش، ليش يبغى يحلل اللي يقول لنا. وانا مرة كان في استوديو تحليلي، خاطر دار حصة تاع كرة القدم وكملوها في دار ربع حصة ولا خمس حصص وحبسوها، صابوا السيد اوت. بيولي مثلا شفتو كاش نهار يحلل في كرة قدم ما شفتوش، ولا درب ولا حلل. مارادونا درب مرة وبعد حلل شاف روحو بلي اوت مع الارجنتين،
هذه هي. إذا خوريت أولا انتقد زروقي في جزئية، ممكن قال أنه مشتري في اللعب، كل اللاعبين انتقدوهم، كل اللاعبين يتم انتقادهم. مولر مثلا لاعب البايرن لاعب ألمانيا، شحال مرة ينتقدوه، شحال المحلل حتى أنهم ضحكوا عليه. مارادونا شخصيا ضحك عليه، لكن ما تقوليش مشتاق كرة القدم، راهو من أفضل الهدافين في العالم وفي التاريخ وأسطورة من أساطير كرة القدم، شحال من لاعب. فيليبو إنزاغي تفكر لي تعالي يعرفه، كانوا يضحكوا عليه ويخرج في روجه، لكن هداف تاريخي في إيطاليا. لذلك انك تنتقد لاعب في جزئيه، وكل اللاعبين معرضين للانتقاد، حتى الاند اللي راه دخل في يعني في شوكولاتة الانجليز كل ماتش ماركي هاتريك، كاين الناس تنتقده لانه ما كاش لاعب كامل ومتكامل. يا اما انك تجي تتكلم لي في انت جزئيه واحده تشدي اللعيب خوري تنتقده، وعلاش ما تقوليش بانه سلوت مدرب ليفربول اللي راه مصدر الدوري الانجليزي جابه ومقتنع به وكان يلعبه، المفروض هذا نتكلموا يعني على الاقل نكونوا متوازنين. معليش جيب لي كلام خوليت قول لي انتقده، لكن في نفس الوقت جيب لي كلام الناس اللي مدحته. مثلا محرز كي كان في السيتي، شعل من محلل كاراغار انتقده، فيرديناند انتقده، غوارديولا انتقده، لكن احنا واش كنا نقولوا؟ كنا نقولوا لهم عنصريين، ما كناش نتقبلوا الامر لانه كنا متعصبين لمحرز. هذا هو مشكلتنا احنا عاطفيين، مشكلتنا احنا عاطفيين. كاين انتقادات كانت في الصميم صحيحه وحقيقيه في محرز، مثل انه محرز ماهوش ثابت في المستوى، محرز مزاجي وما يدافعش، وصح مع المنتخب رانا نشوفوا فيها كنا ما يعجبناش الحال، ما كانش يعجبنا الحال، كنا نقول لهم عصريين. والان الزروقي لانكم تكرهوه وليتو تنبشوا وتشمشموا، جبت لي كلام خوليت وكم عيد تعاودوا في الهضره. كاين ناس بزاف مدحوه، كاين بزاف. مثلا عندها امين فاندر فارت اللي كان في الريال وكان في هامبورغ مدحو وقال انا نستمتع باللعب تاع زروقي، ولكن ولا واحد يجيب ذاك الكلام. انا زروقي ما قلت لكم شنو افضل لاعب في العالم، انا راني ضد الناس هذه اللي تحت، انا ضد الاحتقار. ما تحتقرش اللاعب، هذا راه لاعب محترم، راهو يلعب مع بيتكوفيتش. اذا تقول لي بيتكوفيتش مش كره القدم، وفي نفس الوقت يجي يقول لك يجيبوا لنا شيخه وكانه رانا حابين ايكيب تاع كارطيات، كيفاش شيخه يلعب في المنتخب الوطني ونفسهم يقول لك زروقي مش كره القدم؟ هنعلو بليز، ها نكونوا شويه منطقيين، نكونوا لوجيك يا جماعه، نكونوا لوجيك، ما نكونوش متعصبين وما نكونوش يعني كما يقول لك باردين لدرجه كبيره، نكونوا منطقيين. زروقي انا نقولها بانه ماهوش افضل خيار في الوسط، وراني متاكد بانه كاين هناك تركيبه تخط وسط تقدم افضل من التركيبه اللي يكون فيها زروقي. لكن انا ضد اني كل مره يقول لك انا اسوء لاعب، زروقي وامس ما كانش اسوء لاعب، ما نكذبوش على روحنا، وقدم انا نقيم هذا كيفاش نقيم اللاعب، انا هذه طريقتي في التقييم، كل واحد عنده طريقته. طريقتي في التقييم هي اني نقيم اللاعب هل قام بالادوار اللي اعطاها المدرب. يوم امس الرقي قام بها 200%، 200%. ولو تسال بيتكوفيتش تقول له هل انت راضي على الرقي، يقول لك وي انا راضي عليه، والدليل كمل 90 دقيقه. كان عنده قندوسي، كان عنده في الخيارات، لكن اعتمد على كمل كاع الماتش حتى وانه متقدم. شوفوا شوفوا بشعر بانه اللاعب او المدرب كان راضي بزروقي حتى وهو متقدم، وما خرجوش خلاه يكمل كاع الماتش. اذا بيتكوفيتش لانه خط الوسط، شوفوا يا جماعه لازم تعرفوا حاجه، خط الوسط حساس جدا. لما المدرب يشوف انه خط الوسط تاعو واش يمشي، اللاعب برك واش يقدم واش لازم يقدم، يخرجه. والدليل في ماتش البارح زرقان ميطون الاول خرجه، هذا مدرب يعرف التغييرات تاعو. شوفوا يا جماعه المدرب هذا التغييرات تاعو مش عشوائيه، لما يشوف هذا اللاعب راه يضر التكتيك نتاعو ولا اللعب نتاعو يخرجه. لما كمل الشوط الاول خرج زرقان، وروحوا شوفوا الهدف الاول زرقان مين كان، كان تايه، كان تايه الهدف على جل زرقان، على جل محرز زرقان، وبعد توقعي زروقي ما عنده ولا دخل في الهدف. وفي نفس الوقت جامع عنده هدفين، الهدف الاول شوفوا كيفاش طب الكره، شوفوا كيفاش دار على الكره، شوفوا كيفاش راح للفراغات، شوفوا كيفاش مرر. والهدف الثاني نفس الشيء، التمريره، الهدف الثالث التمريره اللي حطها بدر رحمه، بدر رحمه دار لابير قبل ما يكمل لابير قال بارو عنده، كيفاش تقول مش كره القدم؟ شوف اصلا كيفاش حكم الكره، وجه نفسه، الوجه نفسه شاف كاع الملعب، تمريره واحده خرج بدر رحمه. ما تقولوناش مش كره القدم، هذه برك انا الكلمه اللي تزعجني، مانيش نقول نقول عليه مارادونا ولا افضل لاعب في العالم ولا افضل لاعب في المنتخب الوطني ولا افضل انا نقول لكم زروقي صح انا اللي ندافع عليه، لكن ما رانيش نقول باللي هو افضل خيار في المنتخب الوطني. يعني هذا الشيء اللي راني حاب ان اوصل لكم اعزائي المشاهدين.
إن شاء الله أخي. إذا أعزائي المشاهدين، الآن نقول بأنه وصلنا إلى نهاية الفيديو لأنه طولنا شوية 40 دقيقة، أعتقد أنه وصلنا إلى نهاية. أعزائي المشاهدين، نلتقي معكم غدا ممكن في وقت مبكر نوعا ما. نشكركم وأعتذر لأني ما قريتش كل التعليقات لأن الوقت راه متأخر. قلت ندير معكم نص ساعة في 40 دقيقة. الفيديو هذا راح ننزله في القناة باش يصبح يعني فيديو عادي كما راني ندير في الأيام الأخيرة. ممكن أنكم تعودوا تلقاوه غدا ان شاء الله. قلت نتلاقاو ممكن في وقت مبكر ونتكلموا عن مباراه الاياب. وهذو اللي راهم يحاربوا في المنتخب نقول لهم رانا ليكم بالمرصاد، رانا ليكم بالمرصاد ان شاء الله، لانه هذا منتخبنا ومنتخب كل الجزائريين. احبتي شكرا لكم على حسن المتابعه، تصبحون على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.